أعلنت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي خلال مؤتمر صحفي عقدته المبادرة الوطنية عن انطلاق معرض البحرين الدولي للحدائق في فبراير المقبل، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض. وخلال المؤتمر أعلنت الشيخة مرام عن تخصيص مساحة أكبر لجناح سوق المزارعين، والذي سيتيح لمزيد من المزارعين المحليين المشاركة والتفاعل مع الزوار وتسليط الضوء على المنتجات الزراعية البحرينية وتسهيل وصول المستهلكين إليها. هذا يعتبر معرض البحرين الدولي للحدائق من المعارض الرائدة الذي يهتم برسم ملامح مستقبل الزراعة المستدامة في المملكة، ويعد كذلك ضمن أبرز المعارض الزراعية باعتباره محطة متكاملة يوفر للمشاركين المحليين والدوليين فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات الزراعية، كما يهيئ الفرص لتكوين شراكات تجارية جديدة، مما يساهم في تنمية المهارات والمعارف لدى المهتمين بهذا القطاع من زوار ومشاركين من داخل وخارج المملكة، مع التركيز على الزراعة الذكية وأفضل الممارسات لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المملكة. يركز على موضوعين رئيسيين، أولا هو معرض تجاري للقطاع الزراعي، ومعرض مهم جدا ومنصة مهمة لكل من يعمل في القطاع الزراعي للمشاركة، للتعريف بخدماتهم وللتعريف بمنتجاتهم. أما الشق الثاني هو شق مهم جدا أيضا، هو رفع الوعي والتعليم والتركيز على إطلاع الجمهور على كل ما هو جديد في القطاع الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة، الممارسات الزراعية الصحيحة. فهو معرض تعليمي بالإضافة إلى كونه تجاري، وما زلنا مركزين على هذه الموضوعين، ونتطلع أهم شيء من خلال إعلان اليوم إلى دعوة الجهات المهتمة للمشاركة في معرض البحرين دول الحدائق للتواصل مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لحجز المساحات الخاصة بهم من الآن. اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن المعرض الدولي 2025. طبعا أهمية المعرض هذا بالنسبة لنادي البحرين للحدائق هو احتفالية مرور 60 سنة على إنشاء النادي. فالاحتفاليات بتكون كلها متركزة حول أن نبين شنو القطاعات اللي احنا أثمرنا في، يعني تم الاستثمار فيها ونجحت ونعتبرها سنوات مثمرة. الأشياء الثانية أن احنا استثمرنا فيها أن المجتمع عنده وعي أن ترى الأمن الغذائي مهم. الاستثمار في زراعة شجرة مثمرة في البيت وايد مهم. الاستثمار أن يكونك عندك بقعة صغيرة تزرعين فيها خضروات على قد استهلاك البيت مهم، وهذا كلش سهل وكل شيء يزرع عندنا. بالعناية والاهتمام ما في شيء ما نقدر نزرعه في البحرين.